ان ناصر انا فاجئت دلوقتي ان بريرا طلب سيارات الفار اللي نزلت دلوقتي للحكام ما كانتش بتتوفر، طلب معسكرات ما كانتش بتتنفذ، يبقى المشكله ان الخبير الاجنبي اللي كان بيشتغل ما كانش بتتوفر ليه الادوات عشان ينجح. ده برضه كلام اهو من قلب اللجنه، يعني الكلام ده احنا مش بنقوله من عندنا دلوقتي. بص كابتن، نقطتين اسئله على محمد، واحنا عارفين وقت برنامج. اولا محمد اتكلم فيه، انا طلبت وما كانش حد بيستجيب لي، وقال حاجه مهمه جدا ان الاعلام كان مش معانا. لا يا كابتن محمد بعد اذنك، لا الاعلام كان معاك. واحنا من خلال منصه ماشي ما تقص نفسك انت، انا بتكلم اصل الاعلام مش ما انا ما قطعتش تسمح لي بقى اتكلم اتفضل خاطر عشان بحبك وانت بحبك وانت عارف، بس انا عايز اصحح حاجه. بص يا كابتن، هي من خلال قناه الاهلي وانا مرارا وتكرارا قلنا ايه يا كابتن محمد؟ احنا مع محمد فاروق، ويجب تدعيم محمد فاروق، ويجب طلبات محمد فاروق تنفذ. وقفنا وقفه كويسه قوي قوي قوي، وهو يعرف الكلام دوت في بدايه الموسم مظبوط، وانت كنت شاهد على الكلام ده، وانت كمان محمد انت طالبت كتير ان الناس توفر لمحمد فاروق. احنا يعني كنا معاك يا محمد، دي جزئيه انا مش بتكلم عليكم انتوا، هو ممكن بيتكلم على انا بتكلم يعني على البعض. العامه يا جماعه تاني النقطه الثانيه مهمه عشان ما يحصلش لغط. انا النهارده محمد انت شلت الليله لوحدك، انت شلت الليله لوحدك ليه؟ فطلبت حاجات كتيره البعض يمكن مش فاهمها. محمد دلوقتي بتفاجئ وانا اتفاجئت، وبريرا طلب ومفيش الحاجات دي ما توفرتش. انت بالاخر خلاص، ما انت المسؤول المفترض عشان تنجح وتخرج من باب الكبير الحاجات دي تحقق. ما اتحققتش. انا النهارده انا بعتب عليك لانك انت سمحت ان الامور دي توافق عليها ومن غير مقبول. سؤال، لو يعيد بيك الزمن وترجع تاني رئيس لجنه الحكام، هتسمح بان الحاجات دي وطلباتك بنفس الظروف هتوافق ان تبقى موجود والامكانيات وادوات المساعده مش موجوده؟ لا طبعا، بس هقول لك على حاجه، في حاجات كانت بتخليني انا موجود. هقول لك ليه. انا كنت ماشي. بص يا كابتن محمد، انت بتتكلم على تطوير. أكيد. التطوير ده نتيجته ايه؟ نتيجته حكام، ولا احنا بنتكلم ازاي؟ طبعا. انا كنت ماشي برضه في مشروع ما حدش حاسس بيه. انا كنت واخد حكام المحترفين من البدايه، من ايام ما اشتغلت الشهرين اللي انا ورئيس لجنه حكام بدور على صف تاني وصف تالت للتحكيم المصري. انا مش هقعد طول العمر، لكن اللي يجي بعدي يلاقي صف. انا كنت ممكن بمنتهى السهوله العب بالسبعه الدوليين على 5 7 8، يبقى 15 حكم العب بيهم الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به، ومش هجي ولو جات لي مشكله هقول لك انا بعت لك حكم دولي او حكم كبير. لكن انا دورت على مستقبل التحكيم، غامرت باسمي وتاريخي والنقد اللي انا خدته لما كنت بودي حكام بتلعب في محافظات الجماهير ماليه الملعب مفيش فار وبتنجح في الماتشات، وكانت ناس موجهه عشان توقع الحكام دي. ناس موجهه؟ طبعا طبعا، ناس كانت عايزه توقع التحكيم، ناس بتطلع في البرامج والبتاع تقول لك الدوري هيبوظ، الدوري مش عارف ايه، العبوا بالدوليين، هو ده ينفع؟ خلاص. طب ما انا كنت ادور على مصلحتي، انا دورت على مصلحه التحكيم. انت شايف ان في ناس من منظومه التحكيم كانوا بيهاجموا اللجنه لاسباب شخصيه مش اسباب فنيه؟ مليون في الميه طبعا. مليون في الميه؟ مليون في الميه. ولما طلعت ب 36 حكم هم نتاج اللي يقدر يلعب بعد كده بيهم، لان انت محتاج تجديد كل فتره ويبقى عندك صف تاني وتالت، وطلعت بيها واستحملت ما لا يستحمله بشر في خلال سنتين. وكابتن ناصر يشهد على كلامي، وعملت اسماء بدليل حتى باعتراف واحد من المنظومه المحترمه كابتن احمد شوبير. كابتن احمد في يوم من الايام قال لي مين الحكام دول؟ الناس دي فرقت يعني، الراجل اشاد بيهم في الماتشات، ماتشات صعبه بقى فيها فرق كبيره واسماء كبيره. فده كان من ضمن مراحل التطوير اللي انا شغال فيها، اللي ما حدش بص لها خالص. لا، الناس بصت، الاهلي كسب، الزمالك كسب، الاسماعيلي كسب، يبقى اللجنه حلوه ولا وحشه؟ احنا بندور لمستقبل التحكيم المصري، واللي انا عشته في خلال السنتين اللي فاتوا بعمل حكام تقدر تدير الدوري الممتاز، بنعمل حكام صغير. ده احنا عندنا كابتن احمد الجرحي وكابتن سيد حكام عندها 20 سنه 21 سنه، اداره القسم الثالث والثاني اللي احنا كنا بنحكمه واحنا حكام دوليين لما تبقى في مشكله. هو ده كله مش نجاحات يا جماعه؟ ولا نجاحات؟ ده العرض اللي قاله كابتن ناصر بتصعيد وجود 36 حكم في دوري المحترفين. هو ده مش نجاحات؟ محمد انا في البدايه انا شكرتك على فكره، وتاكيدا لكلامك. يعني لما كابتن شوبير طلع، وانا تابعت كابتن شوبير بامانه، طلع اشاد اشاده غير عاديه. كابتن شوبير طبعا ما بيطلعش يشيد الا لما يكون فيه فعلا ايجابيات موجوده. طلع اشاد بتجربه محمد، يمكن دخل معاك مداخله، وقال ان حكام محترفين النهارده حكام يشوفوا اول مره اجادوا يا كابتن محمد، دي كان الدفع كويس قوي قوي ليك، وده شغلك واتعمل بشكل كويس. طيب بعيد الكلام بقى يا كابتن، الثمانيه اللي انا اخترتهم من دول عشان انا اترجم اللي انا تعبت بيه ورحت المجلس الاداره. انا عندي ثمانيه كمرحله اولى، لان عندي 36، ثمانيه دول محتاجين رخصه الفار، هم مش هيلعبوا في الدوري الممتاز غير لما يسفروا ياخدوا الرخصه. اقسم بالله العظيم ثلاثه لو قلت لك الموضوع اترفض. اترفض؟ اترفض. هي مين اللي كان بيتواصل معاك من اتحاد الكوره؟ استاذ جمال علاه.
هو بس لوحده. لا والباقيين برضو بتواصل معاهم، بس هو القرار في الاستاذ جمال علام. يا جماعه طلبت، كلمت تامر دري، قلت له يا تامر انا محتاج معسكر هنا للثمان حكام دول عشان يلعبوا في الدوري الممتاز السنه دي، عشان الناس تحس احنا اشتغلنا ولا لا. ما انت خليتني فضلت اشتغل في منظومه لغايه ما طلعت الناس، وفي الاخر مفيش فار، وفي الاخر الناس ما طلعتش ولا شغلنا ظهر ولا اي حاجه خالص. فالقصه الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. على فكره انا استريحت جدا، ويمكن انا والله العظيم، لان انا كنت شايل حمل لا ما فيش حد يقدر يشيله اصلا.